يعني أنا أعرفكم بنفسي الأول. أنا محمد إيهاب، أنا حاليا شغال في شركة اسمها برانسليسن في ألمانيا، واشتغلت فترة في مصر في شركات شبه فودافون، إنستابج، رايا داتا سنتر. معظم الإكسبيرينس بتاعتي كانت في الديفوبس وشوية ديفلوبمنت، وعندي شوية إكسبيرينس في كوبرنيتس. فكنت حابب ان انا اشير يعني شويه من الحاجات اللي انا عرفتها في كوبرنيتس. فمن ضمن الحاجات دي هي السيرفيس مش. بس قبل ما اتكلم على السيرفيس مش، الاول حابب ان انا اتكلم في المشاكل او الحاجات اللي احنا ممكن نستخدم فيها السيرفيس مش، بعد كده نتكلم عن السيرفيس مش. ف اول حاجه وانا باجي ببني مايكرو سيرفيس، الاول يعني ايه مايكرو سيرفيس؟ هو ان انا بقسم الابلكيشن بتاعي لسيرفيس صغيره. السيرفيس دي بتبقى لوسلي كابل، بتبقى في الديبلويمنت مش معتمده على بعضيها، ممكن تبقى بلانجويج مختلفه. طبعا ده بيبقى احسن عشان بيساعدني في ان انا بستخدم اللانجوج اللي انا حاببها في، او مش اللي انا حاببها، في اللي هي اللي بتبقى احسن مثلا في حاجه معينه. الابلكيشن بيبقى متقسم اصغر، فبقدر اركز في يعني السيرفيس الواحده بتبقى متقسمه لجزء صغير، فبقدر اركز في الجزء الصغير ده، بعكس لما يكون كله على بعضه. وكمان بيبقى ممكن كل تيم يشتغل على مايكرو سيرفيس لوحدها يعني. تمام؟ ماشي. بس وانا ببني بقى المايكرو سيرفيس دي بقابل شويه مشاكل، او الموضوع ما بيبقاش سهل كده، او الدنيا بتبقى حلوه بيبقى فيه مشاكل كتير. طبعا من ضمن المشاكل دي الاول ده مثال مثلا على شكل المايكرو سيرفيس. فهو مثلا عندي برودكت بيج، ريفيوز، ريتنج، ديتيلز. ده ابلكيشن كل واحد شغال بلانجوج مختلفه وبيكلموا بعض. ممكن اوريكم مثال على الابلكيشن ده. هو ده شكل الابلكيشن، هو حاجه بسيطه طبعا يعني، بس هو لو جيتوا تبصوا هنا، ده الجزء بتاع الديتيلز، ده الجزء بتاع الريفيوز، دي البرودكت بيج والريتنج. تمام، نرجع تاني. تمام. ايه بقى المشاكل اللي انا بتواجهني وانا ببني الابلكيشن؟ الكوميونيكيشن ما بين السيرفيس وبعضيها، ازاي الترافيك هيحصل ما بين كل سيرفيس والتانيه. الموضوع ما بقاش سهل يعني، لان عندي سيرفيسز كتيره جدا، هي ما بتبقاش بحاجه شبه اللي فوق دي، بتبقى حاجه اكتر من كده، بيبقى عندي كذا مايكرو سيرفيس. تمام. فطبعا الكوميونيكيشن والترافيك ما بينهم بيبقى كومبلكس، فدي مشكله من المشاكل واللي بيحلها ساعات الديفلوبرز في الكود بتاعهم بيهندلوا الجزء ده. في حته السكيورتي، في العادي ما فيش انكريبشن بيحصل ما بين السيرفيس وبعضيها. ده لو احنا بنتكلم على كوبرنيتس، في الغالب ما بيبقاش فيه انكريبشن ما بين السيرفيس وبعضيها، فطبعا ده مش سكيور. فبنضطر ايه از ديفوبس، الديفوبس بيضطروا ان هم يعملوا سيرتيفيكت لكل سيرفيس او كل مايكرو سيرفيس، و السيرتيفيكت دي اللي بتعمل انكريبشن، بيعمل تي ال اس انكريبشن. وال الباك اند او الديفلوبرز بيضطروا ان هم برضو يعملوا هاندلنج ل الحته بتاعت السكيورتي دي، الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن، وان هم اصلا يستخدموا السيرتيفيكتس والكلام ده. فطبعا الموضوع بيبقى كومبلكس وكتير قوي ان هو يتعامل برضو حته الباك اند. في الريتراي لوجيك، الريتراي لوجيك ان هو لو في سيرفيس، لو السيرفيس مثلا اللي هي بتاعت البرودكت دي مثلا ما عرفتش تكلم الريفيوز، حصل اي مشكله، فهي بتحاول تريتراي تاني وثالث ورابع، لغايه
لما خلاص بقى بنوصل عند حد معين ما بنحاولش ان ده هيرهق الابلكيشن وهيسبب بطء فيه وممكن الدنيا تبوظ. فده برضو الريترايلوجي ده بيتهندل من الجزء بتاع الديفلوبمنت. فبرضو بيبقى الموضوع كومبلكس جدا. وجزء الماتريكس والتريسينج لوجيك ده برضو ان انا مثلا بحدد الترافيك ما بين كل سيرفيس والتانية حصل ايه اللي حصل ما بين كل سيرفيس والتانية, قد ايه ترافيك عدى, قد ايه السرعة بتاعت او قد ايه latency حصلت ما بين السيرفيس A والسيرفيس B. فالكلام ده برضو محتاج ان انا اهندله من خلال الكود او الجزء بتاع الديفلوبمنت. طيب فانا كده بقى المنظر عندي شبه كده, انا عندي شوية بودز اللي هي المايكرو سيرفيسز, وكل مايكرو سيرفيس فيها بزنس لوجيك اللي هو الفكره بتاعت الابلكيشن ذات نفسه, ونون بزنس لوجيك. النون بزنس لوجيك ده اللي هو الكلام اللي احنا او المشاكل اللي احنا قلناها اللي هي بتتهندل فوق. فانا في الكود بتاعي ببدا بقى ان انا ايه, ما بركزش على البزنس لوجيك بس, لا انا كمان بكتب النون بزنس لوجيك اللي هي الحاجات اللي فوق. فطبعا كتير اللي انا بعيده في كل مايكرو سيرفيس, وممكن انسى حاجات, وانا as a developer يعني هنسى حاجات. ممكن انا طول الوقت بكتب البيزنس لوجيك مركز فيه, ممكن في حاجات تعدي في النص. كمان الكود بتاعي هيبقى كومبلكس جدا في النهايه. فانا بدل ما انا حليت مشكله ان انا المايكرو سيرفيس بقت صغيره وان كل تيم مركز على جزء, بقى الموضوع عمال يزيد اكتر في كل مايكرو سيرفيس. تمام, فالحل هو السيرفيس مش هي باختصار زي لاير, انفراستراكشر لاير بتعمل سيبريشن للبزنس لوجيك بتاع الابلكيشن عن الاوبزرفابيلتي, عن النتورك, عن السكيورتي, عن كل الحاجات اللي هي بتاعت من الاخر النون بزنس لوجيك اللي احنا الحاجات اتكلمنا عليها فوق. تمام, من ضمن الاوبشنز او التولز اللي بتاعت السيرفيس مش هي استيو, في كونسول, في كونسول, في لينكر دي, في اي دبليو اس اب مش, اشهرهم استيو, واكتر فيتشر هو بتاعت استيو. تمام, نتكلم عن استيو. اول حاجه هي الاركتكتشر بتاع استيو هو عباره عن ايه, هو مقسمينها ل 2 layers او 2 plane, في الداتا plane وفي الكنترول plane. ايه هي الداتا plane؟ هو ان هي بتحاول تنجكت proxies او حاجه اسمها sidecar. sidecar دي يعني ايه؟ ان هي بتحط container جوه البودز, بتنجكتها. ف تقدر من خلال الكونتينر دي ان هي تهندل الترافيك, تهندل السكيورتي, تهندل الجزء بتاع المونيتورينج, بحيث ان هي تلم شويه انفورميشن عن الترافيك وتبعتهم لمكان يعرض فيه بقى الانفورميشن دي. فده بالنسبه للجزء بتاع الداتا بلين, هو عباره عن زي سايد كار او كونتينر جوه البود بتاعتي الاصليه, بتشتغل جنب الكونتينر بتاع او المايكرو سيرفيس بتاعتي. في بقى الكنترول بلين, هو ده اللي بيتحكم في البروكسز, وهو ده اللي بيكونفيجر اصلا البروكسز. تمام, ممكن الموضوع مش واضح كده, بس لما هنيجي نبص على الرسمه الموضوع يزيد اكتر ويبقى كومبلكس. تمام, هو الشكل هنا مثلا عندي two services, service A و service B. service A بتبصوا تلاقوا ان هي فيها proxy. البروكسي ده هو من خلاله اللي بيمر الترافيك. service A لو عايز اتكلم بيه فهي ساعتها هتكلم البروكسي, والبروكسي يسند as a traffic للبروكسي بتاع بي, والبروكسي بتاع بي هتسند الترافيك ليه سيرفيس بي. تمام, فده الجزء
بتاع داتا بلين. داتا بلين هو الجزء بتاع البروكسي اللي الانجكتد اصلا في كل بود. تمام. الكنترول بلين بقى انا قلت بس ان هي كنترول بلين فوق, ده اللي موجود اصلا في الويب سايت بتاع استيو, بس حاليا هي المفروض هم عايزين يعني يفصلوا الموضوع لجزئين, ما يبقاش فيه الكومبلكسيتي دي, ان هو يبقى فيه شويه كومبوننتس ثانيه زي الجالي والسيتادل وبايلوت. بس الكلام ده كان موجود في فيرجن قديم ولسه الصوره دي موجوده اصلا على الويب سايت. فايه جالي ده؟ جالي ده هو اللي بياخد اليامل فايلز ويعمل لها فاليديشن وبعد كده يوديها للبايلوت. بايلوت بيكونفرت الفايلز دي ل configuration تفهمها البروكسي, وبعد كده بيبعت الكلام ده للبروكسيز على كل بود. و بس وهي بقى البروكسيز بتتعامل مع نفسها, مش محتاجه ان هي ترجع تاني للكنترول بلين. الكنترول بلين باي ذا واي اسمها STUD. وحته السيتادل دي هي اللي بتمانج الجزء بتاع السكيورتي والسيرتيفيكتس, و بتعمل روتيشن للسيرتيفيكتس, فمش محتاج ان انا كل شويه اغير السيرتيفيكت, هي هتغيرها من نفسها. تمام. ازاي بقى انا هعمل انستول لاستيو؟ عندي شويه حاجات زي مثلا استيو سي تي ال, دي باكج عاديه بترن يعني عادي على على الجهاز عادي على السيرفر. وعندي برضو كوبرنيتس اوبريتورز. الكوبرنيتس اوبريتور دي عباره عن زي يامل فايلز بتبقى او يعني كونفيجريشن معينه جايه من الشركه ذات نفسها بتاعت استيو او وات ايفر بقى, مش لازم استيو يعني بشكل عام. هي الاوبريتورز دي حاجه في كوبرنيتس مش في استيو. وفي الهيلم تشارت. تمام. ازاي استيو بيعمل كونفيجريشن للدنيا دي كلها؟ بيستخدم اليامل فايلز عادي, كوبرنيتس يامل فايل, وبيستخدم سي ار دي. ايه السي ار دي؟ هو ان هو بيحاول يكستند من الاي بي اي بتاعه كوبرنيتس كومبوننتس او اوبجكتس, لان اصلا هو كوبرنيتس اوبن سورس. ف في لو عارفين الجزء اللي هو بتاع في اليامل فايل, في جزء اللي هو اي بي اي فيرجنز, فدي بنلاقي في جزء لل دي هي الاي بي اي اللي من خلالها بقدر استخدم شويه كومبوننتس زي البودز, الديبلويمنتس او اي حاجه تانية يعني. فهي دي تقدر برضو تكستند عليها شويه حاجات او كومبوننتس وتستخدمها كان هي جزء من كوبرنيتس. تمام. فده المنظر اللي بيحصل لما بستخدم المايكرو سيرفيس بتاعت بستخدم استيو في المايكرو سيرفيس بتاعتي, بيبقى شكلها بالمنظر ده, ان هو دي ال بينجكت في كل بود البروكسي, و الكوميونيكيشن كلها بتبقى من خلال البروكسي ده. تمام. في عندي برضو الريكوست بتعدي منين؟ من بره, بتيجي بتعدي على جيت واي او اللي هو الانجريس انفوي. هو صحيح كوبرنيتس عنده انجريس سيرفيس او اوبجكت, بس استيو برضو عامله الموضوع ده ليه؟ علشان بتلم شويه, بتعمل مونيتورنج من خلال الجيت واي دي. كمان برضو فيها كاستمايزيشنز كتيره عن الانجريس بتاعت كوبرنيتس. تمام. نيجي بقى على الاوبجكتس الثانيه. يعني احنا اتكلمنا على الاوبجكت اللي هي بتاعت الجيت واي بتاعت استيو, وعرفنا ان هي تقريبا شبه الانجلس بتاعت كوبرنيتس, بس هي فيها شويه فيتشرز احسن. فيها ان انا بقدر ان انا اعمل مونيتورنج. في اوبجكت تاني تبع الترافيك اللي هو الفيرتشوال سيرفيس.
والديستنيشن رول. الفيرتشوال سيرفيس الديستنيشن رول الاول. الديستنيشن رول هي عباره عن ايه؟ ان انا بعرف البوليسز بتاعتي بتاعه الراوتينج وازاي الدنيا هتمشي والترافيك هيمشي ازاي. وفي الفيرتشوال سيرفيس بعرف بقى انا هستخدم اني ديستنيشن او فين الديستنيشن بتاعتي هتروح. ف مثلا احنا ممكن خلينا الاول في البرزنتيشن بعد كده نبص على الامثله. تمام. من ضمن الابلكيشنز اللي ممكن تحصل او ان انا اعملها من خلال الحاجات دي اللي هو الفيرتشوال سيرفيس والديستنيشن رول والترافيك بشكل عام, ان انا اقدر اعمل الكناري ديبلويمنت والترافيك سبليتنج. ايه الكناري ديبلويمنت؟ اللي انا بعمل جراديوال تشينج ما بين الفيرجنز وانا بديبلوي. يعني مثلا ببدا الاول ان انا عايز ادبلوي فيرجن 3 من الريفيوز مثلا, فمش عايز ان انا اعمله مره واحده فيحصل مشاكل كتيره واتفاجئ بيها وانا في البرودكشن. فبعمل بدخل 10% فالترافيك بيتوزع بالطريقه دي ان هو زي في الفايل ده انا عامل 10% بيروحوا لفيرجن 3 والباقي عادي شغال مع فيرجن 9. فانا وانا شغال على بحاول استخدم السيرفيس دي هلاقي شويه ايه طالعين لي من اللي هو الفيرجن 3 ده. لقيت الدنيا تمام, بفضل كل شويه بعلي لغايه لما اوصل 100% من فيرجن 3. فدي حاجه بقدر اهندلها من خلال الجزء اللي هو بتاع الترافيك اوبجكتس اللي هو الفيرتشوال سيرفيس والديستنيشن رولز. في الريتراي لوجيك, احنا قلنا ان احنا ساعات بنحتاج ان احنا نعمل الجزء بتاع الريتراينج ده, فده برضو بيتهندل من خلال الفيرتشوال سيرفيسز. ان انا بقدر احدد كام محاوله اقدر اعملها. فهنا مثلا في 3 و بحدد التايم اوت ما بين كل ريتراي بس. و لما اتكلمنا على السكيورتي قلنا ان الدنيا ما تبقاش فيها انكريبشن ما بينها وما بين بعضيها, فبرضو السيرفيس مش بتحل المشكله دي, ان هي باي ديفول بتبقى في ميوتشوال تي ال اس ما بين السيرفيس وبعضيها, فالدنيا بتبقى انكريبتد. تمام. في الجزء بتاع المونيتورنج, هي بتقدر من خلال ال البروكسي اللي موجود في كل بود ان هي تجمع الداتا دي وتوديها بقى بتعرضها ايا كان بقى على جرافانا او ايا كان التول اللي هتعرض الكلام ده, اشهرهم يعني جرافانا وبروميثيوس. لو عايزين نبص على امثله كده, احنا حاليا لو جيتوا تبصوا هنا احنا بتلاقي ان الجزء بتاع الريتنج والكلام ده الدنيا فيه بتختفي وبعد كده بتغير بيبقى لونها مختلف, بعد كده يبقى لونها اسود. فايه ده؟ من الاخر لو عملنا فانا عندي 3 فيرجنز من الريفيوز, فعشان كده انا بيظهر لي الدنيا مختلفه هنا. تمام. وعندي هنا البودز بتاعت كل مايكرو سيرفيس, ولو لاحظتوا هنا هتلاقي ان هما 2 كونتينرز موجودين في كل بود. ايه هما 2 كونتينرز دول؟ زي ما قلنا ان هي دي البروكسي اللي موجود في في كل بود. تمام. دلوقتي احنا قلنا الفيرتشوال سيرفيس, فاحنا ممكن نجرب الجزء بتاع الكناري ديبلويمنت. الأول ممكن أوريكم الديستنيشن رولز. فده بيبقى الشكل زي ما قلت لكم إن هي بتستخدم CRDs, فبتقدر تإكستند الـ APIs من الـ APIs, فده الجزء اللي هو بن بن بنستخدمه علشان نكريت الديستنيشن رول والـ
الـ Virtual Service أو أي بقى حاجة من السيرفيس اللي بتقدمها أصلاً استيو. فهنا مثلاً أنا حددت أنا ما قلت لكم مش أصلاً الفايلز بتاعت الـ Deployments ده شكلها. أنا عندي Service و Deployment عادي في كل الفايلز دي Service و Deployments لكل حاجة. وفي كل واحدة بستخدم الليبل بتاع الفيرجن فيرجن 1 فيرجن 2 بس في الريفيوز مستخدم ان انا يبقى عندي اكتر من فيرجن فيرجن 3 وفيرجن 2 وحاليا الترافيك بيروح راندوملي لكل الفيرجنز اللي موجوده في الريفيوز ليه علشان انا زي ما وريتكم انا عندي كذا بود هنا او كذا ديبلويمنت عشان كده هو لما بنيجي نفرش بيصير كامل تمام ما كنا فين في بقى ال destination rule تمام هنا انا بقدر احدد زي ما قلت بحط البوليسز فمن ضمن مثلا الحاجات دي ان انا اقدر اعمل subsets subsets دي هي اللي بقول مثلا فيها ان انا لو عندي عايز مثلا ديبلوي من فيرجن 1 مثلا فانا بحط بستخدم الليبل بتاع فيرجن 1 وبسمي ده هو ده اسم السبسيت فانا مثلا هنا عندي ثلاثه سبسيتس كل واحده باسم الفيرجن او برقم الفيرجن وعندي ديستنيشن عندي الفيرتشوال سيرفيس ده مثال برضو على الفيرتشوال سيرفيس ده عادي خالص هو في كل virtual service هو بيحدد ال destination اللي هي مثلا في ال product page محدد version 1 في ال product في ال review محدد ان هي version 2 طب احنا ممكن نشغل الدنيا دي على version 2 في الجزء بتاع ال reviews ونشوف اذا كان هو هيبطل ان هو يودي ال traffic كل شوية على ال كذا فيرجن ولا لا نجرب كده تمام انا عملت خلاص لل apply ليها فالمفروض دلوقتي ان انا لما اجي اعمل ريفرش كده هي مش هيظهر لي حاجه غير فيرجن 2 اللي هو الجزء اللي هو فيه اللون الاسود ده. ال قبل كده اللي هو كان ما بيظهرش فيه حاجه هو ده كان فيرجن 1 واللي كان لونه اورنج ده هو ده اللي كان فيرجن 3. تمام؟ طيب احنا قلنا ان من ضمن الابلكيشنز اللي هو الكناري ديبلويمنت و انا هنا عندي كذا فايل ل ببدا الاول مثلا اللي هو لو هنتكلم 10% على فهنا انا خليت 10% لا ده غلط تمام 10% تروح لفيرجن 3 و 90% تروح لفيرجن 2 احنا ممكن نجرب الكلام ده ونشوف ايه اللي هيحصل تمام احنا عملنا apply برضو فكده اللي هيظهر لي ايه ان هي نفس ال هي المفروض ان هي الترافيك بيروح على الاثنين بس في اهو اتغيرت هو 10% راحت على فيرجن 3 والباقي رايح على فيرجن 2 فاحنا مش هنشوف كتير فيرجن 3 غير مثلا 10% من الريكوست تمام بس في الكناري ديبلويمنت بقى ببدا ان انا بعلي فانا كل مثلا عامل مثلا كذا فايل مره 10% بعلى شوية ببقى 30% بعلى شوية ببقى 50 و50 بعد كده بوصل لنا ببقى 100% طب ممكن
نجرب ال 100% لفيرجن 3 ونشوف ايه اللي هيحصل. تمام، فخلاص انا بقى الترافيك كله رايح على فيرجن 3. تمام. احنا ممكن بقى دلوقتي نشوف الحته بتاعه المونيتورنج والميوتشوال تي ال اس. انا من خلال ال قلنا اللي هي البروكسس دي بتدي شويه بتاخد شويه بتلم شويه انفورميشن عن الترافيك وتوديه على التول بقى اللي هي زي جرافانا مثلا عشان تعرض الانفورميشن دي. فلو جينا نبص هنا هنلاقي ان كل السيرفيس عندي مستخدمه ميوتيوب تي ال اس بتظهر هنا. فانا كده عارف ان كل السيرفيس لما بتيجي بتتكلم ما بينها ومن بعضيها هي انكريبتد، وبشوف شويه انفورميشن عن الترافيك زي مثلا الانكم ريكويست. فانا مثلا انا هنا لما كنت شغال ظهر معايا الايه عدد الريكوستات طلعت بيطلع لي قد ايه السكسس ريت. فلو في حاجه حصل فيها فيل او حاجه فبقدر اشوفها. بس وهو ده سيرفيس مش ثانكس. في اسئله؟ لو في حد حابب يسال اي حاجه، في حد شايف سؤال عايزين في الشات فيقدر يسال حاجه. مساء الخير. مساء النور. انا نسمة، انا بس كنت حابه اشكرك على الايفورت العالي ده وبجد بريزنتيشن حلوه. ثانك يو. هتتظبط يعني بجد ايفورت كويس جدا يعني. شكرا ليك يعني. تمام. شكرا يا نسمة. في حد تاني يا جماعه عايز يسال اي حاجه؟ انا بس كنت حابب اقول نقطه كده بس في الاخر. هو طبعا في حد، في يوسف سائل سؤال في الشات هو مش عايز يسال يعني يتكلم، فممكن تبص على الشات. وانا مش عارف، انا مش عارف ازاي الصراحه. يعني تحت خالص في مكتوب يعني البارتيسيبنت، بعد كده في شات، في المفروض الناس لو حابه تسال او تتكلم تقول حاجه، ولو يوسف يسال سؤال دايركت يكون اسهل. تمام. لازم استوب. داخل كونتينر. في سؤال بتاع عبد الرحمن، البروكسي شغال داخل البود كونتينر. هو شغال ككونتينر جوه البود، والكونتينر دي بنسميها سايد كار لان هي مش هو الابلكيشن يعني ذات نفسه، او مش دي الحاجه اللي انا عامل لها او اللي انا بستخدمها. فهو دي هي كونتينر في الاخر. Is there some kind of GitHub repo for samples? اولا السامبلز دي كلها انا جايبها من الويب سايت ذات نفسه بتاع استيو. ممكن ابعت اللينك بتاع استيو. هو المثال ده اصلا موجود على الويب سايت، يعني مش عامله من نفسي يعني. بس في اسئله تاني؟
فيش. اوكي ميرسي يا محمد ليك، ميرسي الايفورت النهارده اللي عملته في السيشن، وتابعونا برضو على الشانل بتاعتنا السيشن بتاع محمد لو انتوا عايزين تعرفوا فيها اي حاجه، هينزل الفيديو بتاعها قريب على يعني في شانل لينا باسم كايرو كوبرنيتس، تقدروا تعملوا ليها فولو وتتابعوا كل الفيديوهات، ولو اي حاجه النهارده عايزين تسمعوها تاني او حاجه. ميرسي ليك قوي، ونتقابل ان شاء الله الشهر الجاي. شكرا يا محمد تاني.